واحده من الحالات الطبيه المرعبه اللي كل الناس بتخاف منها، خاصه اللي ليهم تجارب مع الخروج من البيت بالليل او صلاه الفجر في المسجد. عايز اروح بيتنا، ممكن ينفع اروح؟ الناس اللي عندها فوبيا من الكلاب وبتخاف من عضة الكلب. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن عضة الكلب وازاي نتعامل معاها بطريقة صحية صحيحة، فيلا بينا. السلام عليكم يا اصدقائي، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن عضة الكلب والقطط واي حيوان من هذه الفئة، او حتى عضة الانسان لانسان اخر. هو احنا ليه اصلا بنخاف من عضة الكلاب؟ عشان بكل بساطة ممكن الكلب يكون معدي بفيروس اسمه الريبس. الريبس فيروس ده بيكون موجود في لعاب الكلب وممكن يتنقل للانسان، ولو وصل للانسان بيلف يلف ويروح لجهازه العصبي، والمرض ده خطير جدا، بيعمل اعراض عصبية وممكن يؤدي للوفاة. طب ازاي نتعامل مع شخص تعرض لعضة الكلب، او ازاي نتعامل مع الجرح الناتج من عضة الكلب؟ وهنا لما اقول عضة الكلب اقصد بيها كلب او اي حيوان من هذه الفئة. اول قانون معانا هو ان ما ينفعش الجرح الناتج عن العضة ان هو يتقفل، لان لما بنقفله بنساعد على انتشار العدوى اسرع، فبالتالي مش هينفع نخيط اطلاقا. تعالوا نشوف بقى ايه خطوات الاسعاف اللي ممكن نعملها بالترتيب. اول خطوة هو تنظيف الجرح، واللي بيكون بالشكل الاتي. اول حاجة بنحط سلاين اللي هو المحلول الملحي، بعد كده بيتادين، بعد كده سلاين، بعد كده ميه اكسجين، وبعد كده سلاين. تاني خطوه بنستخدم بخاخ او كريم مضاد حيوي زي الفيوسيدين. ثالث خطوه بنغطي الجرح بشاش. الخطوه اللي بعدها هي حقنه التيتانوس. حقنه التيتانوس لازم تتاخد على حسب سن المريض، ولازم يتعمل له اختبار حساسيه قبل ما ياخدها. لو كانت العضه ناتجه من كلب او ذئب او ثعلب او قطه او مثيلاتهم، فلازم المريض يروح في اسرع وقت لاقرب مستشفى حميات عشان ياخد تطعيم الريبس اللي بنسميه تطعيم الكلب. بياخد المريض اول جرعه وبعدها بيدوله كارت عشان الزيارات التانية. وطبعا لازم اثناء فتره العلاج يكون للمريض كل ادواته الخاصه من كوبايه ومعلقه وطبق وغيره. وما تنسوش تاخدوا بالكم وانتم خارجين من البيت متاخر او رايحين تصلوا الفجر في المسجد عشان ما تضطروش تتفرجوا على الفيديو ده مره تانية. 6 7 8 9 ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك وبشير وبكومنت، ولحد ما اقابلكم تاني لو احتجتوا حاجه ادوا العيش لخبازه. مع السلامة.